عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبداً قال: يا جبريل، إني قد أحببت عبدي فلاناً فأحببه، فيحبه جبريل عليه السلام، ثم ينادي في أهل السماء: ألا إن الله أحب فلاناً فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في أهل الأرض، وإذا أبغض الله عبداً فمثل ذلك. محبة الله ينالها قوم تعلقت قلوبهم بالله وانصرفت إلى الله، علمت أن الله بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير. إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، والله يحب المتوكلين، والله يحب الصابرين، إن الله يحب المقسطين، إن الله يحب المتقين. فالمتقون والمحسنون والتوابون والمتطهرون والمتوكلون والصابرون والمقسطون يحبهم الله. فمن أراد محبة الله فليكن من هذه الفئات وليتصف بهذه الصفات. ومن أحبه الله أحبه جبريل وأحبه أهل السماء، ووضع الله له القبول في الأرض. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وألهمنا رشدنا، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.